لو حابين تاكلوا كده سمك بوري فما فيش احسن ولا ألذ من الطريقة دي، كمان عاملينها في البيت طريقة بجد سهلة جدا، طعمها حلو قوي قوي، هتعجبكم جدا جدا جدا. نجيب كده سمك البوري بالحجم اللي احنا بنحبه، يعني حجم كبير او متوسط او صغير، كمان بنعمله في صينية في البيت، ونقدر نضيف كل الاضافات اللي بنحبها، كمان نقدر نشيل اضافات كتير دايما المحلات بتحطها احنا ما بنفضلهاش، نزود اللي احنا بنحبه، كمان نقلل اللي ما بنحبوش. الطريقة سهلة وبسيطة. قبل ما ابدأ كده في الفيديو، لو اول مرة تشوفوني انا ابرار ثروت، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكوا الفيديو ده لايك وشير. يلا بينا على طول على وصفتنا. اول حاجة عندنا وهي المكون الرئيسي طبعا، وهو سمك البوري. اول حاجة بنختار الحجم المناسب لينا، يعني سواء كان كبير او صغير. بعد كده بننضفه كويس جدا وبنغسله وبننشفه كويس، بصوا من جوه لازم كمان سلسلة الظهر دي تتنضف كويس قوي، والراس من جوه كمان بنفتحه من فوق كده فتحتين من كل ناحية، علشان لما احط فيها التتبيلة بتاعتي يبدأ ياخد في التتبيلة كويس جدا، اللحم كمان ياخد من كل الطعم، فبنغسله وننشفه، ودي اول خطوة عندي. تاني خطوة عندي وهي خطوة التتبيلة، بجيب الكبة كده وبحط فيها من 7 لـ8 فصوص من الثوم، يكون كده ثوم فريش، يعني ما يكونش في الفريزر علشان يدينا طعم حلو قوي، النكهة بتاعته تبقى قوية. كمان بحط قرنين من الفلفل الأخضر، نقدر نستخدم الفلفل الحار والبارد، أو البارد بس أو الحار بس، زي ما بتحبوا يعني. بعد كده عندي عصير 2 ليمونة، وبعدين هجيب شوية من الشبت، كمان شوية من البقدونس، بنغسله كويس جدا وننشفه، وبعدين نقطعه كده قطع كبيرة علشان نعرف نفرمه كده كله في الكبة. وخلاص كده دي كل المكونات اللي عندي. هقفل بقى الكبة وهضربها كويس جدا لحد لما تتفرم كويس جدا معايا، يعني مش عايزاها كده تبقى فيها قطع كبيرة، انا عايزاها تبقى مفرومة ناعم جدا جدا جدا، علشان اعرف اتبل بيها السمك، كمان اعرف احطها على الخضار الباقي اللي عندي. وده شكل التتبيلة بعد ما فرمتها، بصوا مفرومة ناعم ازاي، كمان الخضار مديها لون حلو، التوم والليمون بجد الريحة تحفة جدا جدا. كل اللي هعمله دلوقتي هحط عليها معلقة كبيرة من الملح، فلفل اسود، كمون، وكزبرة ناشفة، نص معلقة صغيرة من الشطة او الفلفل الحامي، نقدر نستغنى عنه لو احنا مش عايزينها تبقى سبايسي قوي، ولكن هي حاطة مقدار قليل فهتدينا يدوب كده طعم حلو، مش هتبقى حراقة قوي، نقدر نزود او نقلل على حسب الرغبة. هقلب الكلام ده كله في التتبيلة بتاعتي، وكده خلاص تتبيلتي بقت جاهزة. هجيب التتبيلة بتاعتي اللي عملتها وهبدأ اخد منها كده واتبل كل سمكية لوحدها. بفتح كده السمكة من جوه وببدأ ان انا احط فيها شوية بايدي كده وادخلها في كل حتة من قلب السمكة، كمان باخد التتبيلة من فوق كده وادخلها في الحتت اللي احنا فتحناها بالسكينة، يعني فتحنا حتتين كده بالسكينة من الجنب، وببدأ ان انا ادلك كل سمكية لوحدها كده بالتتبيلة لحد ما اكمل الكمية اللي عندي. بعد كده بجهز الخضار اللي هحطه تحت السمك. انا عندي 2 بصلة كبيرة مقطعهم كده شرايح رفيعة، وبعدين عندي 2 بطاطس كبار مقطعهم كده حلقات، ولكن بتبقى رفيعة شوية، يعني بصوا هوريكم سمكة واحدة بنقطعها رفيع علشان السمك بيستوي بسرعة معانا في الفرن، البطاطس تلحق ان هي تستوي. عندي شوية من الخضار كده، 2 من الطماطم والفلفل، الليمون، كمان شوية من البقدونس. هجيب البطاطس هحط عليها البصل، هنقطع برضو الطماطم، نقدر نقطعها شرايح كده او مكعبات زي ما تحبوا، وبعدين هحط الفلفل بتاعي، في منه الحامي او الحراق، كمان البارد زي ما بنفضل بنحط، وشوية من البقدونس الأخضر،
بعد كده هبدأ ان انا احط لها معلقتين من التتبيلة اللي عملناها في اول الفيديو. بجد التتبيلة دي بتديها طعم وريحة تحفة، بشيلهم الاول قبل ما بحطها على السمك علشان يبقى الخضار من تحت زي السمك من فوق، كله طعم واحد. الخضار بتاعي بحط عليه شوية من الملح، كمان شوية من الكمون، معلقة كبيرة يعني او صغيرة على حسب كمية الخضار اللي استخدمناها. انا حطيت معلقة صغيرة من الملح، كزبرة، كمان الكمون. زي ما عملنا كده مساج للسمك بالتتبيلة، هنعمل كمان مساج للخضار بالتتبيلة كمان بشوية من البهارات، يعني بقلبه كويس قوي في بعضه علشان كل واحدة من الخضار يكون فيها التتبيلة والبهارات واختلطت كلها كويس. هجيب الصينية اللي هحط فيها السمك وهنزل بكل الخضار بتاعي في الأول. ابدأ بإيدي كده افرشه كويس تحت، يعني بظبطه بحيث ان ما يبقاش في حتة من الصينية ما فيهاش من الخضار، كمان ما يبقاش حتة عالية وحتة واطية علشان لما احط السمك بتاعي تبقى مظبوطة. وبعدين بنزل بكل واحدة من البوري اللي عندي، بظبطه كده وهرصه كله جنب بعض بالطول. لو باقي عندي شوية من التتبيلة اللي عملتها بنزلها على السمك في الاخر بعد ما بحطه كده التتبيلة عليه كويس جدا. اخر حاجة بحطها شوية كده من شرايح الليمون، بتديله ريحة كمان شكل وطعم حلو جدا جدا، وكمان في المنظر كده بتبقى شكلها حلو قوي. فنحط شوية من شرايح الليمون، وبعدين هحط شوية من ترانشات الطماطم، لو عندكم فلفل حراق هنزينها بيه. اخر حاجة هحطها ربع كوباية من الزيت، الزيت بجد بيدي السمك طراوة، كمان بيديله لمعة كده وبيبدأ يساعد في تحمير السمك عندي في الفرن. بعد ما جهزت كده صينية السمك بتاعتي هسخن الفرن بتاعي على درجة حرارة 200، هحطه في النص اللي في النص الرف الاوسط لحد لما يبدأ البطاطس تستوي من تحت، كمان السمك يبدأ ان هو يستوي جدا معي. لو حسيت انه محتاج شوية تحمير بشغله الشواية، مش محتاج هو كده زي الفل معي. خلاص صينية البوري بالبطاطس كده جاهزة عندي. بصوا شكلها عامل ازاي بعد ما طلعت من الفرن، قعدت حوالي ساعة الا ربع على حسب يعني كل فرن ودرجة حرارته. البطاطس استوت، كمان السمك استوى وتحمر، شكله تحفة بجد. هنزينه بشوية من البقدونس او اي حاجة خضرة، وخلاص هو كده جاهز عندنا. هفتح واحدة علشان اوريها لكم. بصوا هو متحمر ازاي من فوق، وهوريكم السمك شكله عامل ازاي من جوه ومستوي ازاي، ولا اروع من كده بجد، افضل بكتير من السمك اللي بناكله في المحلات، وده كمان عاملينه بايدينا، عاملينه في البيت. بصوا اللحم عامل ازاي، مستوي جدا، ريحته تحفة، التتبيلة اللي عملناها مدياله ريحة بجد حلوة قوي قوي، قلبت البيت كده بريحتها. نقدر ناكل صينية البطاطس بالسمك بالعيش او بالرز، اي نوع رز احنا بنحبه. بصوا البطاطس كمان مستوية وشكلها حلو، الخضار بجد شكله وطعمه حلو قوي. البطاطس بصوا مستوية ازاي. الاول قبل ما بنطلع صينية السمك لازم نختبر البطاطس بتاعتنا، نشوفها ان هي مستوية كويس، كمان السمك ما بياخدش وقت في الفرن زي ما قلت لكم، بيخلص بسرعة، والنتيجة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ده اول ما طلعته من الفرن، بصوا البخار اللي طالع، السمك عامل ازاي من جوه. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى ان يكون عجبكو. لو عجبكو الفيديو لايك وشير، ولو ما اشتركتوش في قناتي انزلوا حالا واشتركوا، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكو كل جديد.